مسرحية الإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية لصفوف الثانوي والمتوسط سقطت مع إعلان وزارة التربية إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة. هذا ظاهر الأمر، أما باطنه فسمسرات وسرقات وفساد كانت وراء الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة. الكاتب الصحفي وليد حسين أطلع صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على كواليس عمليات الفساد والسرقة التي كانت تحصل في الامتحانات الرسمية. بداية خلينا نقول انه عين الصواب اللي التغيت هذه الشهادة، كان الوزير مصر اصرار كبير انه يجري هذه الشهادة بوقت انه كل اذا بدك العائلة التربوية والمسؤولين، بعض المسؤولين عم يقولوا له انه ما في داعي لهذه الشهادة. هو بيعرف بانه العام الدراسي السابق كان فشل ذريع، وبالتحديد للصفوف المتوسطة والابتدائي. بعض الصفوف الثانوي تعلموا نوعا ما، وإنما البريفي والابتدائي كانوا عم يتعلموا عبر الواتساب، فبالتالي ما تعلموا أي شيء. واكتشف بعد النتائج النهائية اللي بلشت تطلع بأنه كانت كارثية جدا جدا جدا، وهذا الشيء شمل حتى المدارس الخاصة وبعض المدارس الخاصة المهمة. حتى طبعا النتائج كانت كارثية، ما كان حدا متوقع. كان بعض المدارس مجهزة حالة الخاصة كمان صار في عندها إشكاليات، ونسب النجاح كان بالخاص المهم، عم نحكي مدارس المهمة، بحدود 60%. بالمدارس الرسمية عم نحكي الشهادة المتوسطة كانت الأوراق عم تتقدم بيضة. حتى بالثانوي كان عم يصير هذا الشيء، وهذا الشيء كان معه علم التفتيش التربوي بالوزارة والوزير والفريق المحيط فيه، وإنما أنكر هذه الوقائع وبقي مصر على هذه الشهادة، واعتبر أنه 94% من الطلاب تعلموا، وهو بيعرف علم اليقين بأنه ما تعلم أكثر من 20% من الطلاب. بقى عين الصواب أنه ألغيت هذه الشهادة. هذه الشهادة كان ممكن تكلفنا حسب المعلومات بحدود 16 مليار ليرة، يعني ما يعادل إذا عم ناخذ سعر الصرف اللي هو مليون دولار، وهي عبارة عن هدر. وهذا الكلام مش مني، هذا كلام حتى من التفتيش، يعني المصادر اللي بالتفتيش قالت لي هيدا الكلام بالتحديد، وحتى ورد إذا بدك بتقرير التفتيش بأنه نوعا ما إشارة لهذا الموضوع بأنه هو هدر. في الشيء الأهم أنه طيب ليش يعني اشتغل الوزير كل هيدا الشغل لحتى يأمن هالأموال للشهادة، وجابهم من مشاريع معينة نقلهم لحتى انه يأمن القرطاسية و بينما انه ما كان قادر انه يأمن تابلت او أجهزة معينة للطلاب، او انه يدعم هالمدارس لحتى يتعلموا عن بعد مثل الثانوي اقله لا اكثر لا اقل. نعرف انه في طلاب كانوا عم يتعلموا عبر تليفون الام، ولدين ثلاثة بالبيت بتبعت لهم المعلمة على نفس التليفون فويس لحتى يتعلموا، وهذا الشيء كان معيب جدا السنة. بقى عين الصواب انه التغت هذه الشهادة، وما كان لازم تصير هذه الشهادة. اللي صار هو انه اذا بدك اللي خلى انه تلتغى نهائيا هو انه الاساتذة رفضوا انهم يروحوا يراقبوا المرحلة الابتدائية. المرحلة المتوسطة أغلب الأساتذة هن متعاقدين، وكان بده يعتمد ل 700 مركز على المدارس الخاصة. بقى الأساتذة وخاصة المتعاقدين رفضوا هذا الشيء. الروابط بعدين نكست كل الوعود لأنه ما قدرت تضبط الغضب الكبير بين الأساتذة، لأنه بده يروح يراقب الأستاذ 50,000 ليرة اللي هن صاروا عبارة عن 3 دولارات. بقى حاول كمان الوزير بهذا المحل انه يروح يجيب تمويل من اليونيسف ب$7 على المنصه ليعطيها لكل استاذ ليغريه عن كل يوم امتحانات. فانه كان بعد انه قادرين انه نهدر مال بعد اكثر على هذه الشهاده، بينما انه كان لازم يتفكر من الاساس بانه كيف نعلم الطلاب، او اقله بانه كيف نحول هالاموال للشهاده السنويه اللي هي رح تيجي بعدين، واللي هي نفكر اكثر بالاساتذه اللي رح يروحوا يعلموا، واللي هن اقل وعدد الطلاب اقل. بقى حس بانه ما رح يقدر يراقب الامتحانات، حاول مع القوى الامنيه. تخيل لحد وين وصلت الامور، بانه بلكي بيجيب القوى الامنيه يراقبه. قالوا له يا معالي الوزير هذا الشيء عم تقضي انت عمليا على التربيه كلها اذا بتروح بهذا الخيار. بعض المحيطين بالوزير بدون ما نسمي يمكن صاروا معروفين كانوا مصرين اصرار كبير، لانه في منهم مستفيدين ماليا من رؤساء امتحانات ولجان
تربوية بالمناطق وغيرها، اللي هن بيطلع لهم بالعشرات الملايين على سنويا على المراقبة، تبين بعدين انه منه قادر انه يكفي بهذا المحل. اجا متحور دلتا لحتى انه البعض نصحه بانه بلا ما تفوت بهذه المخاطره هلا، فانه جمعت اذا بدك كل هذه المعطيات وادت انه اخر شيء يتراجع الوزير عن اصراره، اللي هو كان مستغرب من الاساس وحواليه شكوك، مثل بيقولوا حتى التفتيش التربوي مش انا بس. القطاع التعليمي مأزوم، ولكن استغلال الحاصل للأهالي والطلاب واختفاء كل المساعدات التي أرسلت للطلاب فهو أمر غير مقبول، وبإمكان محاسبة الفاسد والسارق وهم معروفون بالاسم، ولكن للأسف ما من نية لحصول هذا الأمر.